كمان دي اختي واللي جنبي كمان دي ايه؟ ينفع اضرب ابويا؟ سمعني ينفع اضرب ابويا؟ ينفع اضرب اختي؟ امال بنعمل ايه يا حلوين؟ بنلعب مع بعض ونتشارك مع بعض الالعاب، نلعب مع بعضنا؟ الولد كاسر جه ضرب صاحبه سليم، ضرب صاحبه مين؟ ولما ضربه سليم كان زعلان، زعلان خالص خالص، ينفع نزعل اصحابنا؟ ينفع يضرب صاحبه؟ راح بسرعه بسرعه طلع يجري وراح عند المس، يا مس يا مس يا مس الحق يا مس يا مس كاسر ضربني، سليم كان زعلان، زعلان خالص وعمال يعيط. وبعدين جت المس قالت له ينفع كده نضرب اخونا؟ ينفع نضرب اخونا يا حلوين؟ طب يلا ورايا، المسلم من سلم المسلمون من لسان والدين.